بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المتابعين كامل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المتابعين كامل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توجور مع تلاميذي تاع سنة ثالثة متوسط في مادة اللغة الإنجليزية. اليوم أنا مع التاسك نمبر 6 بيج 12. أوكي، دونك هنا لازم تفهم المقصود من هذا التمرين باش تقدر تديرو، وهو سهل جدا. كي تشوفوا تقولوا شنو هذا، مي دوك تفهموا بلي سهل بزاف. الو، اي لسن تو ذا انترفيور. انترفيور هذايا راح يسقسيك، ان تيك ذا انسر، واش من السؤال واش من الجواب راح نختار، واش على اساس ماذا، على اساس واش نسمع. ما حتسمع والو في الحقيقه، هذا السؤال انت اللي رايح تخدمه. هالحاجه اللي تليق بيا انا على حساب شخصيتي انا، دوك الشخصيه كقريتوها نقولوا ماي بيرسوناليتي اند ماي انتريست، على حساب اهتماماتي انا. واش عندنا؟ اسمعوا مليحة، شوفوا هذا لازم نفيقوا. هذه واش نو زعما لو شون ليكسيكال تاع واش عندنا؟ مانغاز، اذر كوميك ستريبس، عندنا بوكس اباوت هيستوري، نقراو على الكتب، هذا كتاب، هذا كتب، هذا كتب، بوكس اباوت ساينس، بوكس اباوت انيمالز اند اذر، يعني حاجه واحده اخرى تحب تقراها. اذا هنا واش قادر يسقسيني انترفيور؟ ما عندكش شغل صحافي، مهم انسان او يسقسي فيا انا، كي نجاوبو بالكتب. يعني هو واش سقساني؟ سقساني واش تحبي تقراي، ولا واش تحب تقرا. كيفاش نقول واش تحب تقرا؟ باش هنا مثلا نروح نقول له books about science، books about history، mangas، جو سي با، تحبوا تزيدوا حاجه واحده اخرى زيدوا. اوكي، يعني كيفاش نقول واش تحب تقرا؟ واش كنقول؟ نقول what do you like. what do you like تقرا؟ دائما قلنا more like و prefer و love وكامل، ندير الفيرب read ونزيد له ing. What do you like reading? What do you like reading? أنا نقول له I like reading. I like reading mangas. I like reading books of science. I like reading books about history, etc. شوفوا توما واش تحبوا. Interviewer and question number 2. قبل ما نكتشف السؤال ولا نفيق للسؤال، I guess it، أخمنه، نشوف هنا وش عندي. Always at weekends، دايما في الويكند. Always in the holidays، في العطل. Every day. Always before I sleep، قبل ما نرقد. ولا وقت آخر. إذا هنا سقساني وش نحب نقرأ، ومن بعد هنا عفسة تاع وقت، إذا أوتوماتيك ما وش نفهم وش سقساني. سقساني وقتاش نحب نقرا هذا النوع. الوغ كيفاش؟ ولا هنا كي عندنا هنايا وقتاش، معناتها شحال من مره عندنا always never every day، معناتها التكرار نتاعهم كيفاه. اوكي، هنا عندنا زوج اسئله. الا كنت درت الدرس تاع frequency adverbs، راحين تسالوا هذا، هذا الاحسن، اللي هو how often. how often معناتها شحال من مره تقرا. do you، how often do you read، يعني انت التكرار تاعك، العاده تاعك تاع القراءه شحال، يعني هاو شحال من مرات تقرا. ولا يقول لك when، متى. الا كنتو مازال ما درتوش هذا الدرس تاع how often، نقولوا when do you read، وقتاش تقرا، وقتاش عندك طبيعه تاعك تقرا، تقرا في لي ويكاند، تقرا في العطل، تقرا كل يوم، تقرا قبل ما ترقد، etc. فهمتوني؟ 3 interviewer واش راح يقول لك؟ قبل ما يسقسيني، قبل ما نصيب السؤال نفيقلو، شوفوا هنا واش عندي. عندي classical music، بون هنا ما جاوبناش، استناو نرجعو لهنايا. مثلا قبل النوم نقرا، صافي واش نقولو؟ I read. كيف نقولو عادة؟ عادة نقرا قبل النوم، ولا دائما نقرا قبل النوم، نقولو I always read mangas ولا books about science before I sleep. اوكي، نروحو ثلاثة نرجعو لها. عندنا classical music، موسيقى كلاسيكية، موسيقى جزائرية Algerian music، شوفك تكون nationality توجور majuscule ما تنساوش. rap other ولا I never listen to music. وش ما عندها؟ هذو أنواع، هذو ما أنواع تاع موسيقى. النوع الموسيقي نقولو kind، صافي. قالو وش من نوع؟ واش من نوع؟ what kind of music،
وكاين تقولوش اوف قولوا اف او جايكم الدرس هكا دوك سنه ثلاثه دوك تقراوها. وات كايند اوف ميوزك دو يو لايك، واش من نوع تاع الموسيقى اللي تحب؟ تقول له اي لايك فور اكزامبل الجيريان، اي لايك الجيريان ميوزك، ولا اها انا ما نسمعش موسيقى نقول له اي نيفر ليسن تو ميوزك. شتو التمرين شحال ساهل، لازم تعرف تسأل. question number four، نفيقو قبل وشنو هذا؟ chess اللي هو الشطرنج، crosswords كلمات متقاطعة، video games، بيار ولا سنوكر، ولا حاجة واحدة أخرى، ولا I never play games، جامي نلعب ما نحبش نلعب يعني ما نحبش نلعب. هلا وش راح يسقسيني؟ ما هي اللعبة اللي تحبوها ولا ما هي أنواع اللعب اللي تحبيهم ولا اللي تحبهم؟ كيفاش قلنا ما نوعه؟ نقولوا what kind، و ما نقولوش what، نقولوش what، نقولوا what kind of، هنا قلنا what kind of music، هنا نقولوا دوكا what kind of games. كيف كيف do you like، do you like، do you like، ما هو النوع الموسيقي ولا النوع الالعاب اللي تحب؟ قال انا ما في الحقيقه والله ما نلعب خاطيني كاع، اي نيفر بلاي جيمز. واللي يلعب تشيس يقول له اي بريفير ولا اي لايك بلاين تشيس. فوالا ذيس از تاسك نمبر 4، رانا خدمنا اربعه اسئله. شفاو واش تحب، وات دو يو لايك ريدين، شحال من خطرات تقرا، هاو اوفن دو يو ريد، وهم ما هو النوع الموسيقي اللي تحبه، وات كايند اوف ميوزك، ما هو نوع الالعاب، وات كايند اوف جيمز. تهلاو في روحكم وفي والديكم، ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله.